انا عايزه اقول لك انه انا لما شفت الفيديو حسيت ان هي خلاص هتخش تقفل الامتحان. هي اصلا كانت طالعه بمود العربيه، واول ما سمعت بدات في زعلت كده اتحمست. تحسي كان في تركيز وكان في قلق شويه وابتدت ان هي ايه يعني في لحظه كده حست ان في حاجه اركز في الامتحان ولا اركز في الاغنيه، راحت فكت على طول اول ما ابتدت تسقف وتطلع بره المود شويه. بالعكس ده ممكن اهي بص بدات تندمج وتسقف وتغني معاهم متاخره. يلا متاخره يلا بسرعه يا احمد. لا بس انا عايزه اقول لكم ان هي فعلا راح معلي الكاس ماشي مرات راح معلي الكاس هنا قدام اللجنه. طبعا كل الناس استغربته بس دايما يعني الجنان في الحاجات دي حلو لانه حاجات ايجابيه انا شايف كده برده شويه. ولا نوران طب ناخد بقى راي سهيل. ماشي يا سهيلة ازيك؟ ايوه ازيك عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ الأخبار؟ الحمد لله تمام. بقول لك ايه احكي لنا احساسك كان عامل ازاي؟ بصي هو كان جميل جدا والله انا اتفاجئت جدا بس هو كان جميل والله انا كنت خايفة جدا بس هو حب ان هو بقى يبسطني بقى ويخفف عني التوتر. كان عندك امتحان ايه وقتها؟ كان عندي عربي كان اول يوم بقى اول يوم. طيب انا يعني كويس ان نوران سالتك السؤال ده. انا كنت عايزه اسالك انت دخلتي الامتحان ازاي يعني نفسيتك. حليتي ازاي نفسيا كنت عامله ازاي؟ لا هو كان احساسه كده كان جميل جدا يعني هو خلاص بقى التوتر راح وما كاني عادي مش خارجه مش حلوه قوي دي اهم حاجه مش مضغوطه يعني لا خالص. سهيله انت اتشهرتي يا سهيله. انت اتشهرت يا سهيله مبروك. كتير كده لا ليه يا سهيله؟ هو احمد خطيب اختك صح؟ معتاد ان هو كل يوم يوديك الامتحان؟ والله يا ده جميل يا رب جدا يا وشك حلو ان شاء الله عليك كده وتجيب مجموع كويس. طيب إيه هو كل يوم بيشغلك اغنيه ولا كل يوم كاتكوت؟ احنا عايزين نعرف. هو كل يوم وكمان بيغنيها لي في التليفون نفس الاغنيه. طيب ليه كاتكوت؟ قبل ما انت بيغنيها لي. طيب ليه كاتكوت؟ طيب اغنيه كاتكوت اكيد هي الاغنيه اللي هي تشجع ان هو لها كلمه اسمها تحمسني وكده وتشجعني. ربنا يا رب يوفقك يا سهيله كده وان شاء الله نفرح بيكي وان شاء الله تكسري الدنيا باذن الله. باي باي يا سهيله. يلا جود لك شدي حيلك.